أجواء عيد هي الأصعب على نفوسنا. بهذه الكلمات عبر عراقيون من سكان بغداد عن استيائهم من كثرة المنغصات لفرحة عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي سوء الأوضاع الاقتصادية وكساد السوق على رأس هرم المنغصات بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفقراء. ومع حلول عيد الأضحى لهذا العام، يكاد سوق الشورجة في بغداد يخلو من رواده بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لا سيما أسعار الملابس، حيث بات شراؤها حلماً بالنسبة للكثيرين. والله أجواء العيد حالياً تحت الصفر بالنسبة لنا. للعيد ماكو عيد، فرحة ماكو، شغل ماكو، عمل ماكو، بالنسبة لوضعية كلش تعبانة. هسانة بالله العظيم ملابس جاري ما مشتري، مشتكى لله. ولعل خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من قبل الحكومة الحالية عمق معاناة الطبقة الكادحة أكثر، والتي تعاني أصلاً من البطالة وانعدام فرص العمل بسبب سنوات من الفشل الحكومي المالي والإداري، ما ساهم بارتفاع تضخم الأسعار بنحو 18%. شباب يعني تعاني من البطالة. أول شيء عندك ارتفاع الدولار، يعني تجي هنا أكثر شيء تشغيل بنغلاديش. يعني احنا كدولة العراق، يعني احنا اهل الخير واهل النفط، ما حد شغل شاب عراقي، يفضل البنغلاديش الغريب عن ابن بلدك. زين انا ليش ما انفع ابن بلدي؟ اي والله ما طبعا ما تجد فرحة. يعني قبل كنا الاعياد احلى من هسه. يعني هسه انا اشتغل من الصبح لليل حتى اوفر لك ما العيش. شغل ماكو والله العظيم. يعني هسه انا اشتغل ما بالعربة من الصبح لليل، ولا اطلع لي 10 ولا تطلع لا ما تطلع. منغصات فرحة العيد لا تقتصر على البالغين فقط، بل للأطفال حصة كبيرة منها. وتبقى أحزاب السلطة برأي الكثيرين المتسبب الأول في تفاقم الأزمات الاقتصادية التي أثرت على دخل المواطنين وحرمتهم من فرحة العيد. أول شيء السبب الأحزاب، وثاني شيء فرهيدة صاير الشعب. يا علي قوم يقول أنا الشعب اللي العراق مال أبهاتكم، مال أبهات أبهاتكم. العراق ملك الكل، السنة منا، الشيعة منا، الإكراد منا.